هذه هي سينما النصر في محافظة الضالع، والتي تأسست في منتصف سبعينات القرن الماضي، وقد لعبت دورا كبيرا في إثراء الوعي المجتمعي من خلال الأفلام العربية والأجنبية والهندية التي كانت تعرض هنا صباح مساء. كان العرض هناك فترتين، فترة مسائية من الساعة الثانية إلى الثالثة، ومن الساعة السابعة حتى الساعة آخر الليل. وكان في المناسبات الأعياد وغيرها هناك عرض صباحي للأفلام. اختلف حال هذه السينما كثيرا عما كانت عليه قبل عقود، فقد اهترأت جدرانها وأصبحت غير مهيئة لإقامة العروض المسرحية وعرض الأفلام، ناهيك عن استقبال روادها. لعبت دورا كبيرا في الماضي والحاضر. أما بالنسبة للضالع، فأول تفكير بالسينما لعمل سينما بمفهوم قاعة سينما، قاعة عرض سينمائي، كانت في عام 1975 افتتحت السينما من قبل الأخ قائد مثلنا عمر، مدير عام مديرية الضالع، أي مدير أو مأمور مديرية الشمال حينها، بالتنسيق مع الأستاذ أحمد الخضر زعبل مدير عام المؤسسة العامة للسينما، واعتبار أن السينما أساسا أنشأت للعرض المسرحي وليس للعرض السينمائي، إنما تطورت الفكرة وافتتحت في 75 بعد إدخال ماكينات العرض السينمائي حينها. يقلب العم عبدالله السكروم ذكرياته خاصة في أيام الأعياد والمناسبات، فوجدها ارتبطت ارتباطا وثيقا بهذه السينما التي أثرت على حياته بشكل لافت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإسهام الكبير الذي لعبته السينما في نشر الثقافة والوعي لدى سكان مدينة الضالع قبل أن يسيطر عليها الركود بفعل انتشار الفضائيات. عادي بابا جيري بيري بوري كرتاعينا بس تقرأ لقالة السعيدة. هي من أول الصروح أو المنصات الإعلامية السينما والمسرح، ولكن في اليمن تجد السينما هي آخر شيء ممكن أن تهتم فيه الدولة أو مكاتب الثقافة والإعلام. كان يجب في مثل هذه الأيام أن تكون هذه السينما جاهزة لاستقبال الكثير من روادها وعروضها المسرحية التي لم تكن هنا موجودة، ولا زالت هذه السينما في عصرنا الحاضر تستقبل المحليين هنا للمناسبات الأعراس أو الاجتماعات المحلية فقط. تدهور السينما جاء عقب انتهاء المؤسسة العامة للسينما، توقف عمل المؤسسة العامة للسينما، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى وجود وسائل أخرى جديدة حديثة، وهي الثورة الرقمية التي استطاعت أن تحجم قضية دخول السينما، والمؤسسة العامة للسينما لم تواكب يعني أدوات عرض جديدة للسينما، بل اكتفت بالإغلاق. أبرز المشكلات التي تعاني منها السينما وهي تسرب المياه أثناء الأمطار، منها من سقفها الذي يتكون من زنك، ونطالب الجهات المختصة بترميم كل ما سبق ذكره، وإضافة إلى أشياء نريدها في هذه السينما وهي اللمبات الصوتية والإضاءة والناطور يعني المولد الكهربائي. إذن هي دعوة لجهات الاختصاص لنفض غبار الإهمال عن مقاعد هذه السينما العريقة، وإعادة تأهيل وترميم ما أفسدته يد الإهمال وعوامل الزمن. فهل من آذان صاغية تعيد لهذه السينما رونقها ومكانتها الكبيرة في قلوب عشاقها؟